وللمزيد من التفاصيل حول زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين ينضم إلينا مباشرة من بكين موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، ضعني في صورة هذه الزيارة الهامة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبرز الملامح في هذه الزيارة، زيارة الدولة. بالفعل زيارة هامة هي السابعة من نوعها يجريها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين بدعوة رسمية من الرئيس الصيني تشي جين بينغ، الذي من المنتظر أن يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الغد في مستهل قمة ثنائية تجمع الرئيسين بقصر الشعب، تجرى قبيل افتتاح أعمال هذه القمة المراسم الرسمية للسيد الرئيس. زيارة الدولة هي أعلى أنواع الزيارات، يحظى خلالها الرئيس الضيف بأعلى مراتب الحفاوة والاستقبال الرسمي خلال هذه الزيارة. القمة الثنائية الهامة التي تعقد بين الرئيسين صباح الغد سوف تتناول جملة من الموضوعات والملفات التي تتعلق بداية بأطر التعاون الثنائي بين الدولتين. أكثر من 65 مذكرة تفاهم وتعاون تم توقيعها خلال العشر سنوات الماضية بين الجانبين في كل مناحي القطاعات الاقتصادية الاستثمارية التجارية وأيضا الثقافية والسياحية وغيرها. هذه الزيارة تتوج العلاقات المصرية الصينية التي تم ترقيتها وترفيعها إلى درجة الشراكة الاستراتيجية بتوقيع اتفاقية هامة بين البلدين في عام 2014، لتتحول هذه العلاقات من علاقات بين الدول، علاقات طبيعية، إلى علاقات استراتيجية في كافة أنواع ومناحي التعاون وأطر التعاون بين البلدين. هذه القمة سوف تتناول أيضا سبل دفع هذه العلاقات الاقتصادية، إذا ما علمنا أن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة العربية والقارة الإفريقية بحجم استثمارات تناهز 12 مليار دولار، استثمارات صينية مباشرة في عدد كبير من القطاعات، في مقدمتها قطاعات البنية التحتية، الإنشاءات، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتصنيع الدوائي والزراعي والسياحة وغيرها من القطاعات. سوف تبحث القمة سبل دفع هذه الاستثمارات وهذه أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، في ظل توافر إرادة سياسية بين القاهرة وبكين لدعم وتعزيز هذه العلاقات. بطبيعة الأحوال القمة سوف تتناول أيضا مستجدات القضايا والأوضاع في المنطقة وعلى رأسها الحرب في غزة، إذا ما علمنا أن هناك تطابقا في الرؤى بين الرئيسين وبين البلدين حيال سبل حلحلة هذه الأزمة وضرورة تهدئة الأوضاع في القطاع انطلاقا لاستئناف عملية السلام بين البلدين، بما يحفظ الحقوق الفلسطينية في إقامة الدولة الفلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو عام 67. سوف تتناول أيضا القمة عدد آخر من الملفات ربما في الصدارة، منها أيضا سبل إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وتتطرق القمة بطبيعة الأحوال إلى عدد آخر من الملفات، منها ما يتعلق بمكافحة قضية الهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا. هذه الزيارة أيضا تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حضور السيد الرئيس كضيف شرف رئيسي للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي يحتفل بمرور 20 عام على تأسيسه منذ عام 2004. ومن المنتظر أن يلقي السيد الرئيس أمام المنتدى كلمة مصر الهامة التي سوف يستعرض خلالها أطر التعاون بين الجانبين العربي والصيني وجهود الجانبين لدفع هذه الأطر إلى أفاق أرحب، سواء فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية والتجارية أو فيما يتعلق بتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين حيال مستجدات القضايا والأوضاع الإقليمية أو الدولية. هذه الزيارة كما أشرنا زيارة هامة تأتي في وقت دقيق، سواء فيما يتعلق بالقضايا الساخنة في المنطقة أو فيما يتعلق بدفع أطر التعاون بين مصر والصين وتعزيز التنسيق والتشاور في كافة المحافل الدولية والإقليمية حيال عدد كبير من الملفات. وينظر إليها أي زيارة، ينظر إليها الجانب الصيني على أنها إضافة هامة للعلاقات التاريخية بين مصر والصين على كافة الأصعدة وكافة القطاعات. إذن هي زيارة بأبعاد متعددة ومختلفة ترقى إلى المستوى الاستراتيجي. أشكرك على هذه الصورة، وبالطبع سنوالي المزيد من المتابعات معك علاء رشوان موفد التلفزيون المصري من بكين.